الناس يقول لك، انا مثلا بعض الاخوه وبعض الصحافه يقول لي يا اخي علي بالحشتومه الجبالة، ما تراجعوا شوفوا، راجعوا ديروا مراجعات كما دارت اخواننا في مصر، وكما داروا اخواننا في ليبيا، وكما داروا اخواننا، هم داروا مراجعات. فقلوا لبعضهم، انا نقول لكم لبعضهم، قلت لهم هؤلاء اخواننا راجعوا انفسهم صح ولا لا؟ داروا مراجعه. طيب خاوتنا، هؤلاء اخواننا كانوا يحملون السلاح في وقت من الاوقات صحيح ولا لا؟ وكانوا لا يؤمنون بالعمل السياسي صحيح ولا لا؟ لهم اجتهادهم ولهم ظرفهم ولهم اعذارهم في ذلك الوقت، لكن هؤلاء الاخوه رجعوا الى العمل السياسي ولا لا؟ اسسوا احزاب ولا لا؟ طيب احنا دخلنا العمل السياسي عندما كانوا هم لا يؤمنون بالعمل السياسي صحيح ولا لا؟ ودخلنا للبرلمانات والانتخابات وما كانوا لا يؤمنون بهذا، ونحن كنا نعمل عمل سلمي سياسي، هم كانوا يعمل عمل ماذا؟ مسلح في ذلك الوقت لظروفهم معروفة على كل، حتى هما ذكروا لماذا رفعوا السلاح في ذلك الوقت، حتى الإنسان لا قالوا الفتنة لأن غلقت فينا الأبواب ونحولنا حقنا وطاردونا أجبرنا على، احنا الجبهة الإسلامية للإنقاذ كنا نعمل العمل السياسي ونجحنا بالعمل السياسي، يعني كي تقول لي راجع نفسك تعرف ايش معناها؟ معناها لازم نترك السياسة لأن ما خبزتنا والو غير الحباس وكذا، ما نعاود نولوا للسلاح. تقبلوا هذه المراجعة؟ هنا اشتقوا الله، عارفوا واش تخرجوا من دماغكم؟ عارفوا واش تخرجوا من دماغكم؟ معناها لما تقول لي راجع معناها أراجع، هم راجعوا أنفسهم، كانوا في السلاح وعدم العمل السياسي ورجعوا إليه، ونحن عملنا العمل السياسي ونجحنا في العمل السياسي والعمل السلمي، ولكننا بخس حقنا، أيهم أولى بأن يرفع السلاح، نحن أو هم؟ نحن. أرأيت؟ إذن نحن لا نراجع، نحن نراجع في قضية ماذا؟ في قضية التطور، في قضية الوسائل، في قضية الرجال، في قضية التكتيك، في هذه مع هذه مراجعات. أما المراجعات في إقامة دولة تحكم بكتاب وبسنة رسول الله وترجع إلى سيرة الخلفاء الراشدين وتقيم العدل والإنصاف وتخدم دنيا الناس، تحقق لهم العمل والبطالة والتمريض و الجانب الديني والجانب الدنيوي، فهذا مبادئ ما لا يمكن لنا نحن أن نتراجع عنها. ممكن أنا وعدت ما نصلحش للعمل السياسي، ينحيوني ويجيبوا واحد اخر، ممكن ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ممكن كبرت، ممكن عييت، ممكن كذا، كما قال واحد ممكن وليت مطرش ولا لا؟ ولا نكب مور الطاس كما يقول لي واحد، سمعت؟ ممكن، لكن الذي ياتي فيما بعد واش يدير؟ يمشي على المبادئ ويختار لها الرجال، والرجال ممكن يكون صحيح، ممكن يكون اليوم صالح غدوه يفسد، نحيه ولا ما نحيوهش؟ إذن المراجعات لا تكون في الرجال في إمكانياتهم في قدراتهم، تكون في الوسائل، تكون في المفسدة والمصلحة، المفسدة اللي كانت في ذلك الوقت لا تكون الآن، المصلحة اللي تكون الآن لا تكون، لأن المفاسد والمصالح تتغير بتغير ماذا؟ الزمان والمكان. ولذلك أنا أفرق، ما أنا شفت مثلا يجي واحد يقول لك ها شوف أصحاب مالي دخلوا قطعوا يدين الناس وداروا كذا، لازم تفرق بين الحكم الشرعي الذي ينبغي أن نتبناه وبين التطبيق السيء صح ولا لا؟ لو كان مثلا شرطي يسرق نحيو الشرطة؟ نحيو الشرطي. لو كان عسكري نحيو العسكر؟ انت ما تنزعش المبادئ، انت تنزع الناس اللي اساءوا تطبيق المبادئ صح ولا لا؟ المبدأ يبقى هو المبدأ، تبقى جهاز تاع شرطة، يبقى جهاز تاع قضاء، يبقى جهاز تاع نيابة، يبقى جهاز تاع رئيس، انت تنحي. لما يكون رئيس ما يصلحش نحيوا الرئاسه ونعيشوا بلا رئاسه، نجيبوا رئيس افضل ولا لا؟ اذن في القضيه المراجعات لا تكون في المبادئ ولا تكون في العقائد ولا تكون في المجمع عليه، اما قضيه الممارسه شيء ثاني. الصحابه رضي الله عنهم فعلوا افعال وتراجعوا عنها ولا لا؟ الصحابه حتى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال في قضية سقيفة بني ساعدة؟ قال إنها كانت فلتة وقى الله شرها، صح ولا لا؟ كانت فلتة. رجع عمر بن الخطاب الطريقة لا، ولذلك لما أراد أن يعهد الخلافة لمن بعده جعل ستة وقسمهم وقال لهم كذا وعمل لهم كذا، صحيح ولا لا؟